لقد استودع الله تعالى في الماء أسرار الحياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر بئرا بالأجر العميم والثواب الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ولهذا فإن سقي الماء من أفضل الصدقات وأجل القربات. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. كيف لا؟ وقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سقى الماء بالجنة جزاء وفاقا، فقال: أيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم.